24 ابريل مساء الخير متابعينا على قناه التسعون. ضيفنا في جدد موعدنا يوميا من الاثنين للخميس كالعاده يرافقني فيه محمد بغلب. اهلا وسهلا. مساء الخير. مرحبا. يعيش. الليله نستقبله على التوالي محمد علي الكوكي عضو الهيئه الوطنيه للمحامين، من ثم باش نرجعوا على اضراب السكك الحديديه ونستقبلوا العربي اليعقوبي كاتب عام الجامعه العامه للسكك الحديديه التونسيه. قبل ذلك فلاش نيوز. طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي جميع السياسيين الابتعاد عن ملف السياب بصفاقس، ودعا إلى ضرورة الكف عما وصفه بالانتهازية السياسية. وقال الطبوبي أيضا أن الحلول قادمة إلى صفاقس وأن الحكومة لم تقدم شيئا في هذا الملف، كما شدد على أنه باش يكون بالمرصاد لكل من سيزايد على آلام الشعب التونسي. تقريبا جوج مناسبات حكى معايا السيد رئيس الحكومة على الوضع معناها في صفاقس، قلت له راه ثم اولا احنا منظمه ثم امين عام مساعد اللي هو ملم بالملف في هذا الملف، وثم هيكل اسمه اتحاد جهوي للشغل بصفاقس بمعيه هياته الاساسيه غادي في 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 في, في, في المعمل قادرين ان نحكوا. لكن ما تنساش يا سيد رئيس الحكومه ان هناك اتفاق في هذا الشان اللي فيه مجتمع مدني وفيه الحكومة وفيه الاتحاد العام التونسي للشغل. ماذا أنجزتم في هذا الاتفاق؟ قال لي ما أنجزنا شيء، هي ما لمش مقدمة للناس. هذا ودعا الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق إلى الابتعاد عن ملف سياب بصفاقس، وطلب منه ترك المجال في موضوع التلوث مع أهل اتحاد مع أهل صفاقس للاتحاد الجهوي للشغل هناك، وأنه أهل صفاقس أذكى منه ومن معه حسب تعبيره. وطلب الأمين العام محسن مرزوق وحزبه بتقديم دليل على تعرضهم للعنف من طرف الاتحاد. لليوم كيف تمشي كل حزب ياخذ قرار يقول مش نقدر نخلق السياب برا يا سي محسن مرزوق، اعمل مسيره في قابس يقتلها التلوث في نفس الوضع. برا يا محسن مرزوق اعمل مسيره في قفصه في التلوث تصير فيها برا. انت موقف كيف لما مجمع كيميائي في قابس والبحر مشى وغيره، ما هي الامراض السرطان في قفصه كيف كيف، ونفس الشيء اللي في 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 في, 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 في طبعا. يقول لك محمد بوغلاب السيناريو مازال متواصل، احنا البارح حكينا عليه، قلت البارح حكينا عليه، اليوم زاد كيف كيف المره هذه تصريحات الامين العام نفسه مازال يرد على محسن مرزوق في الملف هذا. وثم اللي يقول لك اللي وكانه بالاتحاد وقياداته في هذا الملف قاعدين هما اللي حدوا الخطوط العريضه ومجال التدخل للسياسيين ولغيرهم في ملف في الملفات الاجتماعيه والمسائل الاجتماعيه. هذا الحقيقه راه معناها يعني الموضوع خذا اكثر من حظه، فما حاجات يعني تستحق نهتموا بها اكثر من انه اللي صار نطويوه. انا ثم زميله صحفيه من التلفزه الوطنيه لمتني البارح، قالت لي انا منعوني اني نغطي الوقفه الاحتجاجيه، واللي منعوني هما النقابيين. قالت لي انا زميلتك علاش ما تدافعش عليا، خلينا من الوقفه الاحتجاجيه، هذه صحفيه تخدم على روحها، شو ما دخلها شو معناها تمنحها اني انك نقابي، زاد انت ترسم لها يعني الحدود وقت وين تمشي وما تمشيش. انا قلت لك وموقف نعاوده، النقابيين اش ما هزهم للمحتجين قديش هما بضع عشرات اللي جاوا يعني مثلوا حركه مشروع تونس، ما هوش تحقير او تبخيس منهم، هما بضع عشرات، انت اش مشي تعمل معاهم؟ معناها الحقيقه يعني وجود النقابيين في المكان هذاك هو وجود خطا. تكون عندنا القدره نقول انا الصحيح وانا الغلط. شكون باهي تقول لي يعني سي نور الدين الطبوب يقول ما يعني السياسيين يبعدوا على الملف على اساس انه الموضوع هذا الاتحاد هو متكفل به. الواقع يقول حاجه اخرى. فما نايب من الجبهه الشعبيه من صفاقس يكاد يكون متخصص في موضوع السياب. كل ما يتدخل في مجلس النواب وديما يلقى الوقت باش يتحكك علي. ما ينجمش يتحكك على الاتحاد. لانه انا قلت راي فما زوج وجهات نظر. العمال ممثلين في الاتحاد عندهم وجهه نظر، يقول لك الانشطه الملوثه هذه تتنحى، لكن مش يعني هيا لم دبش كويه
تحافظ على مواطن. وفما زاد الحقيقه وهذا كلام سمعته من ناس يعني بعقولاتهم في الاتحاد انه ثم خوف، انه ثم اطماع في الاراضي اللي منش عليها السياب اليوم باش تتحط عليها اليد وتتفرق يعني على الصحاح. هذه مخاوف مشروعه، ما قلناش خليه معناها صفاقس يعني تغرق في التلوث. وعلاش توا ولات كل مدينه تولي هي ضحيه؟ كي تعملت المؤسسات هذه وقت اللي تعملت زمن انشائها في السبعينات كانت كسب للجهات هذه وحق التنميه وعمل التشغيل، لكن فيه كلفه على المدى الطويل جابس دفعت الثمن. شوف المجمع الكيميائي دفعت الثمن جابس، كي تمشي الجابس وواحد جابس يعني قلبك يوجعك. معناها يلزم نلقاو حلول من غير يعني موجود هو راهو التوظيف السياسي موجود انه اللي تحقق ومطلوب يعني السياسي ما تلوموش، هو يعمل يعني شد الجامعه، هو يحب يحقق يعني مكسب انتخابي يبين لمشروع تونس وغير مشروع تونس. كل واحد يعني يشد الدوسي هذا عنده غايه معناها سياسيه. ما هو اللي يوجع في القلب محمد بوغلاب انه ملف السياب ولا المجمع الكيميائي بجابس ولا غيره يعني البلايص اللي فيها نسبه تلوث كبير واللي ريبركسيون نتاعها كبيره برشا في صفاقس في قفصه في 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 جابس ما نعاودوا نحكيوا عليها كان كي تصير مثل هذا الجدل السياسي والعرك والمعروك والتصريحات. من المفروض ملف كيما السياب ولا ملف كيما المجمع الكيميائي بجابس على طول تبدا ثم متابعه شنو هو اللي صار، يمدوا الراي العام كونستامون، مش كي تبدا عركه بين طرف وطرف اخر باش الراي العام يعرف وين وصل الملف وين وقف. انا نتمنى انه الخلاف هذا وما ننصح حد، هما احرار الحقيقه مش يطيح المستوى، مش يبداوا يعايروا في بعضهم، الاتحاد يقول له يلي جاي تتصور عندي والاخر يولي الاتحاد ميليشيا. معناها يلزم نعرف يلزم نعرف وقتاش نحطوا نقطه النهايه. يعني موضوع التلوث هذا اللي تسبب فيه بعض الصناعات مش حكايه يعني مزاج والا موقف انتخابي. احنا سامحني احنا وضعيتنا وقت اللي تقول بين انك تعمل التشغيل والبيئه، التونسي ياسر حريص على البيئه، موضوع البيئه وقتاش تطرح في تونس يلزم نعيشه وقتنا. في السبعينات ما كانش مطروح موضوع وزاره البيئه في تونس، تعملت يعني في التسعينات، هذا موضوع متاخر يعني الوعي به ياسر. احنا الزبله يمكن في الشوارع ولينا نحكيو عليه كان كيقتل ناس محمد بوغلاب، نسبة السرطان كي تشوفها الناس المصابة ديما فراو اسمعني ديما فما مبالغات لا لا ثم ما قلتلكش ما فماش ثم ثم حتى كي تشوف ما فماش الاحصاء اي انت كي قلت وقتاش بدينا نحكيو عليه كي ماتت ناس وقتها تلزينا باش نحكيو عليه ونفتحوا. هو فما نسق كامل تغير موضوع البيئة مع عمل الياجور، كانت في مدينة جمال كانت في قلب جمال مع عمل الياجور، اليوم ما عادش مقبول معمل الياجور أو في القلعة الصغيرة الناس متقلقة منه. لكن ما يلزمش الحكاية تولي يعني سكروا بعد والناس اللي تخدم تلقى حلول بديلة لا سامحني والناس اللي تخدم يلزم تلقى حلول بديلة حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي. صحيح. من غير ما نقول أنه الذئب وأنه الراعي في عركة محسن مرزوق واتحاد الشغل. أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال افتتاح أشغال منتدى تونس للمساواة بين الجنسين عن إصدار الحكومة لمنشور طالب باقتراح امرأة ورجل لتولي المناصب العليا في الدولة ضمانا لتكافؤ الفرص بينهما، وأشار إلى وجود حزمة من الإجراءات وأيضا القوانين ومشاريع القوانين اللي تكرس حقوق المرأة وتضمن التوجه نحو المساواة الفعلية بين الجنسين. صادق مجلس الوزراء منذ أكثر من 4 أشهر على قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وأصدرنا أيضا مؤخرا منشور يقضي بضرورة اقتراح امرأة لكل منصب وكل منصب وظيفي في الدولة وفي الحكومة التونسية. وإيمانا منا بدور المرأة في إعادة وحدة المجتمعات وتعزيز استقلال الدول، فأننا نؤكد من هذا المنبر انخراط تونس اللامشروط في الجهود الدولية الرامية إلى تكريس حقوق النساء ودعم المساواة بين الجنسين. رأيك في مقترح الشاهد، مقترح حكومة الشاهد بامرأة ورجل تولي المناصب العليا بالدولة؟ نعطيك موقفي معناها بشوية تحفظ. يعني المسألة تكافؤ الفرص ما هوش مسألة شكلية، إذا ما فماش ذكر يستاهل أنك ترشحوا المنصب أنت مش تعينه في البلاصة هذه، ما فماش يعني رجل مؤهل لها، علاش نقترح فيه؟ هي يلزم معناها نقترح يعني المنصب يلزم يكون راجل ومراه. الكفاءه، شرط الكفاءه وينه؟
أنا عندي بنتي ومن مصلحتي أنه بنتي تعيش في بلاد اللي راسها مرفوع، مش واحد يبدأ حشك مش لاكة قاعد في قهوة يلسن عليها. هذا المجتمع متاعك، لكن ما نحبش تكون مسألة شكلية. وين الكفاءة؟ ثم نساء أنا خدمت معناها في مواقع مختلفة، وخدمت مع يعني المرأة اللي أنا مدين ليها باللي تعلمته في الإعلام هي سيدة عواطف حميد الله يرحمها، تعلمت على مرأة لكنها كانت للات النساء وخير من برشا رجال. المسألة ماهيش يعني أنت جوا جنسك، شنو هي الكفاءة اللي تملكها؟ يا أخي سامحني، كي ينجحوا البنات الطالبات ينجحوا لأنهم بنات، ينجحوا لأنهم يجيبوا معناها أعداد متميزة. أنت وقت اللي مش ترشح مرأة أو رجل لمنصب، شو هو لأنه معناها مش تعمل له شو الجنس بتاعه؟ شرط الكفاءة وينه؟ معناها نخاف أنه نطيحوا في هالفولكلور، وأنه والله هو عندنا برشا نساء. أبدأ بالحكومة، ابدا بالحكومه، المناصب العليا في الدوله ابدا بالحكومه. هو ما نمشيوش حتى على مستوى الحكومه، وعلى مستوى المناصب العليا، حتى الاحزاب كي نجيو ونشوفوا التركيبه الجديده نتاعها وتركيبه المكتب السياسي وما الى ذلك، تلقاش نسبه ضئيله. انت برك البارح عطيتك جواب، سالت محمد عبد عطيتك جواب، 20 يعني عضو في المكتب السياسي فما زوز، فوالا زوز اعضاء. معناه انا يقلقني الجانب الشكلي اللي وزاره المراه حط مراه الوي، ووزارة الفلاحة نجيبوا فلاح. با اوبليغاتوارمون. معناها الكفاءة، الجدارة، هذاك اش معناها أنت تكافئ الناس على مجهودها؟ فمش يهمني أني معناها امرأة ولا راجل، ما عنده حتى معنى بالنسبة لي. في الخدمة الكفاءة نتاعك هي اللي تفرضك. نشرت دائرة المحاسبات التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية لسنة 2018، واللي يبين أن الحسابات المالية المقدمة من قبل 93 قائمة مترشحة هي موارد مجهولة المصدر بقيمة 103 قيمة تجاوزت 163 ألف دينار، وتمثل نسبة 32% من جملة موارد القائمات المعنية. كما كشف التقرير أنه كل من حزبي مشروع تونس وأفاق تونس قام بتمويل قائمتين مستقلتين، وذلك بإسنادها مساهمات نقدية على التوالي بقيمة 2000 دينار و1000 دينار. نواصل مع نفس التقرير، وين توليت 1936 قائمة من مجموع 2074 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية تقديم حساباتها المالية إلى دائرة المحاسبات في الأجالة القانونية، في حين لم تلتزم 138 قائمة مترشحة بذلك. هذا وتم إصدار قرارات وقتية في شأن 106 قائمة تقضي بتسليط خطايا مالية على القائمات المخلة بواجب الإيداع، وبالتصريح بإسقاط عضوية كل مترشح عنها. 138 قائمة لم تحترم مبدأ الشفافية ولم تقدم حساباتها المالية في الأجال القانونية. هذه القائمات ستكون وفق القانون الانتخابي عرضة لتسليط عقوبة مالية بالنسبة لكل القائمات ناجحة أو غير ذلك. وفي هذا الباب أصدرت محكمة المحاسبات 106 قرار وقتي يقضي بهذه العقوبات. تقرير كشف برشا إخلالات في علاقة بتمويل الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية. ذكرت حزبين يمكن في نص التكست هذا المقدم، لكن أيضا التقرير يقول أنه 68 شخص تبرعوا لحركة النهضة، تبين أنهم متوفين في تاريخ التبرع هذا. شوف أنا ما زلت ما قريتوش التقرير، وما نحبش معناها نعطي رأي معناها كأني طليت على الصفحة الأولى. أما لاحظت اللي المواقع الإلكترونية احتفيت خاصة بالنهضة، يمكن لأنه يعني العنوان مغري أيضا، موتى يتبرعوا، وهذا مش اختراع، احنا في تونس يعني الموتى كانوا ينتخبوا، هاو توا الموتى يتبرعوا. أما نحب نرجع للقانون الانتخابي. القانون الانتخابي يقول أنه التمويل الأجنبي، تعرفش يترتب عليه التمويل الأجنبي؟ يترتب عليه حبس لمدة عام وخطية بزوز ملاي، واللي استفاد من التمويل الأجنبي فقدان صفة المترشح أو الناخب. هذا شو يقول القانون. دائرة المحاسبات نشرت تقريرها على انتخابات، أول انتخابات بعد الثورة، انتخابات أكتوبر 2011، نشرته في صيف 2012. إيش قالت في تقريرها؟ قالت ترى العريضة الشعبية
للأستاذ محمد الهاشمي الحامدي استفادت من تمويل أجنبي قيمته 1,200,000,000. حسب القانون الانتخابي يفترض أنه الهاشم الحامدي يكون في الحبس وأنه يتم إسقاط كل القائمات. ما تعملش حاجة من هذه؟ ما تعمل حتى شيء. في انتخابات 2014 تقرير دائرة المحاسبات يقول اللي ثم مترشح للرئاسيات استفاد من تمويل أجنبي قيمته 1,000,000,000. صارتش حاجة؟ ما صارتش حاجة. معناه ما يكفيش يكون عندك قانون، يلزم تطبقه بمعنى في أحكام وقرارات قضائية. هي وكيكونوا عندك القرارات والأحكام تطبقهم ولا ما تطبقهمش؟ احنا عندنا هيئات يعني بعثت يعني احكام القضاء يعني بعثتهم يشيطوا طولا وعرضا. احكام المحكمه الاداريه تصدر باسم الشعب التونسي، شو عملت لهم سام بن سدرين؟ برا بلهم وشرب ماهم. هذا عندك قانون باهي وخرج التقرير او قبله زوز تقارير انتخابات 2014 وانتخابات 2011. هي شو صار؟ سؤالي معناه هو نفس الاحزاب تنشط ونفس الاسماء موجوده ونفس التمويلات مشيت للطبيب تدخل بنفس الطريقه. مشيت للطبيب قال لي راهو عندك كذا معناها المرض الفلاني وبعد قال لي في لامان اي والدواء لا ما غير دواء. دائره المحاسبات شخصت ها وين الاخلالات ثم ماذا؟ صادق مجلس نواب شعب ليلة أمس خلال جلسة عامة بالبرلمان على مشروع القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتمت المصادقة بموافقة 86 نائب ورفض 4 نواب ودون تسجيل أي احتفاظ. تمت المصادقة نفس اللي تقول فيه راهو تقريبا يعني قانون موجود من المفروض الإطار التشريعي توا ولا موجود بالمصادقة عليه. لكن عندي زوج ملاحظات. ملاحظة الأولى حسب علمي إن شاء الله ما نكونش غلط مجلس النواب فيه 217 روح بشرية حضروا 90 شبيهم الأخرين؟ جانا جديد محمد؟ لا سمحني هذا مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار مش أول مرة. شو الهدف منه؟ قلنا البلاد هذه من مصايبها البطالة. السادة النواب موجودين غادي للجانب التشريعي أساساً بما فيه مكافحة ظاهرة البطالة. 90/200 أشبيهم يعني شنو نافسين الكل استهواوا نهارتها حد أدنى من المسؤولية. ما احناش طالبين حاجة أخرى، حد أدنى من المسؤولية. ملاحظة ثانية، أنا شفت بعض المداخلات من بينهم النائب حافظ الزواري اللي هو رجل الاقتصاد. الحقيقة كان لافت تحديثه، قال لك الدولة هذه ياسر يديها مطلوقة مع البراني، أعطاها 800 هكتار لسماء دبي. رينا كان البلاكة متاع دبي وقعدت الأرض محجوزة ليهم، لكنها مع المستثمر التونسي ما عندهاش الكهرباء هذايا. اثنين، فما ضبابية مشروع، أنا نحكي على واقع عشتها لمدة 4 سنين. خويا روح من الخارج بعد الثورة جد عليه البلاد تغيرت، حب يعمل كيوسك. 4 سنين يجري كل أرض يلقاها فيها شروط تطلع أرض فلاحية. وقت اللي سألنا وادي نحاول ندز معاها على أساس يعني مش نحلوا الثنايا الكل، قالوا لي لمدة 14 سنة المرة الوحيدة اللي تمكن واحد باش يغير صبغة الأرض من فلاحية يعمل فيها كيوسك دخلوا بن علي وقت بن علي في السعودية مرة وحيدة. معناها هذه معضلة. شركة أجنبية وعدت أنها تعمل مشروع يخدم 5,000 عامل باستثمار 70,000,000 أورو واختاروا المهدية. علاش الولاية المهدية؟ عملوا دراسة قال لك أكثر ولاية فيها سلم اجتماعي. هاو الناس علاش تختار بلاصة على بلاصة أخرى؟ تحب أنت تقص السكة وتقطع الطريق شي آخر روحك ما يجيك حد. مشاو للمهدية. وين المهدية حاول يعاونهم؟ ما لقاش أرض 10 هكتارات إلا حتى الأراضي الفلاحية ملك خواص. نقلوا للمستير. وين المستير جازف أنه يعطيهم رخصة بناء في أرض فلاحية. توا المشروع يخدم هو في 2020 يولي يخدم 5,000، توا يخدم في 1,200.
اشترهم من ولاية المهدية في منزل حياة، متر الأرض كان بخمسين دينار ولا بأربعمية وخمسين دينار، يخدموا في 1200. والي المستير اللي اعطاه رخصة بناء على أرض فلاحية، تستبعد غدوة واحد يشكي به يقول هذا يا واخو رشوة، يتهموا بالفساد. هو في ذهنه اللي سرع بمشروع ينفع الجهة الكل. البعض الآخر من هذوما تو ما يخدمه ولات ينجم يحط ساق على ساق، قل لك لا هذه فيها شبهة فساد. معناه يلزم شنو هو الهدف من القوانين المشرع؟ شنو هو انت رادار تحطه بالسرقة باش تحصل المخالف، وإلا تعلم راهو المكان فيه رادار باش الناس تطبق القانون. يلزم القوانين يكون الهدف منها نسهلوا حياة الناس مش ننغصوا حياة الناس. اللي يحب يعمل كشك في بلاده سيدي كشك على المادة، يعرفش شنو الأوراق المطلوبة؟ ما يعرفش. عوم بحرك برا شوف يعني واجه مصيرك، حتى كان يعرف يذيع ما بين يدارك ما لا عزمة. هالرخص اللي بقات ما تعرفش يعني شكون يا أخو وعلاش. معناها مازال الحقيقة برشا حاجات يلزمها تتصلح باش ما يكونش الاستثمار فقط للمشاريع الكبيرة، حتى اللي يحب يعمل مشروع صغير يلزم يكون المجال قدامه ساهل ومتاح. ندخل على موقع ويب نلقى فيه شو الوثائق المطلوبة من غير ما الناس تنغص لحياتي. نشحت قواتنا العسكريه البارح في القضاء على ارهابي بجهه الكاف اثر توفر معلومات استعلاماتيه مشتركه امنيه وايضا عسكريه، وتم التعرف على جثه الارهابي ويدعى اسامه سالمي المكنى بابي صعب من مواليد سنه 99 من جهه الكاف، علما وان العنصر الارهابي كان ينشط ضمن المجموعه الارهابيه التابعه لكتيبه عقبه ابن نافع بمرتفعات الكاف والقصرين، وشارك منذ سنه 2014 في بعض العمليات الارهابيه اللي استهدفت قواتنا العسكرية والأمنية. هذه وزارة الدفاع كشفت عن جميع هذه التفاصيل. هي العملية كانت مشتركة بين الجيش الوطني وقوات الحرس الوطني. أنا الحقيقة لفت نظري أسامة السالمي هذا أبو مصعب اللي ولا إرهابي، مولود عام 99، قديش عمره معناه؟ عمره 20 سنة، والأخبار يقول اللي هو من 2014 شارك في عمليات إرهابية 4 سنين التالي، كان عمره 16 سنة. اللي عمره 16 سنة فاش يعمل في جبل؟ اللي عمره 16 طفل، هذا ظاهر تم استقطابه في السن مبكرة، مش ما طفل يفترض بالقانون بالقانون الحد 16 سنة يلزمه يقرأ. توا أسهل حاجة نقولوا هذا حاشاكم كلب ولا يسوى وهنا مات، أما يلزم نسأله شو اللي يخلي طفل عمره 16 سنة في بلاصة اللي يكون يلعب أو يقرأ يكون في جبل؟ يلزم نسأله رواحنا علاش اليأس هذا؟ خلي تم استقطابه، أما علاش تم استقطابه؟ الدولة شنو وفرت؟ أنك ندخل للمدينة العتيقة في تونس ونشوف الناس اللي تسكن غادي، الدولة شو وفرت له؟ في سيدي حسين الدولة شو وفرت؟ يعني غادي واحد عمره 16 سنة فما بالك بخمسين ألف ساكن تقريبا في المناطق المتاخمة للجبال؟ احنا طلعنا كنا متاخمين للجبال، الدولة شنو وفرت للي واحد؟ إذا به كملت قرايتي والنجم نمشي في بلادنا، يلزم نسأل السؤال هذا، وين شنو وفرت الدولة؟ استقطبوا أنت دورك كدولة كمجتمع مدني، استقطبهم وليداتك، هذوم المواطنين تاع المستقبل، علاش تخلي الآخرين يستقطبوهم؟ راهو سهل انه عديوه خبر على انه فقط نجاح امني، هو نجاح امني وعسكري ولكنه فشل مجتمعي. طفل عمره 16 سنه فاش يعمل في الجبل؟ شو ما طلعوا؟ علاش ما وشي في وسطنا يقرا او يتعلم او يمارس في رياضه؟ علاش؟ هذا هو السؤال. نختم بالخبر هذايا، وين قررت نقابات الخطوط التونسية تنفيذ إضراب كامل يوم غد الخميس 25 أفريل بمطار تونس قرطاج الدولي. يقولوا هذايا جاء تنفيذا يعني بعد ما فشلت جلسة تفاوضية عقدت ظهر اليوم بين الطرف الإداري للشركة والنقابة بمقر وزارة النقل، ويأتي للمطالبة على ما يبدو بتوفير أعوان موسميين لرفع أمتعة المسافرين في المطار خلال الموسم الصيفي والسياحي.
احنا بعد مش نحكيه على اضراب متاع القطارات اليوم وغدوه. ايه خلينا في البر ناجلوا موضوع الجو ما لا غدوه نرجعوا له باكثر تفاصيل ونفهموا اكثر شنية المطار، بخاطر على ما يبدو خمس نقابات معنيه بهذا الاضراب غدوه في مطار تونس قرطاج الدولي. بعد شويه نستقبلوا محمد علي الكوكي عضو الهيئه الوطنيه للمحامين، نستقبلوا بعد الفاصل.